قصص وحكاية ذكراها تبقى يا صاحي، فلنحيي الشهر بطاعته ولنبدأ 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 عهد الإصلاح، ونصون النفس نهذبها من بعد غذاء الأرواح. يا شهر الصوم هلا مرحبا، أهلا بليالي الأفراح. يا شهر الصوم هلا مرحبا، أهلا بليالي الأفراح. أحمد ربك يا شيخ الحاج إنه ربنا سهل لك شيخنا شيخ سليمان الجبلان. والله إنه هذا الشيخ له إصلاح أسري وله باع في الدعوة. أحمد ربك إنه ربنا. الله يا أبو عاطف المرة عزبتنا. عليكم السلام. سريع رحناك. ها شلون أخبارك؟ الله يجزاك خير. سريع. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. الحمد لله خير. ها هذا؟ الحمد لله. بس نسينا نجيب له مانجا عشان يشربها ويروق. بس المانجا شوية كذا هنا. خلاص؟ الله يجزاك خير. راح الزعل؟ الله يجزاك خير. إذا قالت لك حرمك طلقني ايش تقول لها؟ أقول لها أنا أقول لك ايش تقول لها؟ أيوة. أعطيك خبرة 33 سنة زواج. أي الله أكبر. عمر ولا مو عمر؟ عمر. نعم. عمر خبرة. عمر. إذا قالت طلقني. عمر يا شيخ أنا زواج. أيوه عمرك 33. نعم. أبو عمر رجال أنا متزوج ما شاء الله، قول ما شاء الله. ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما شاء الله. إذا قالت لك حرمتك طلقني، تدري ايش تقول لها؟ قول لها يا زولة أنت البحر وأنا السمكة، السمكة إذا طلعت البحر تصير لها؟ إيش يصير لها؟ والله السمكة إذا طلعت البحر عندكم إيش يصير لها؟ تموت. تموت صح؟ أيه. أيه. أنت السمكة وهي إيش؟ هي البحر. طيب إذا طلعت أنت إيش تصير؟ إيش بك ملخبط؟ أيوه. قول لها كذا، إيش تقول لها؟ أقول لها أنت البحر وأنا السمكة. أنت البحر وأنا السمكة. أيوه أنت البحر وأنا أنت الهواء اللي اشمه. أيوة. انت الاكسجين. أيوة. انا اموت اختنق من دونك. أيوة. تقدر تقول كلامنا ما تقدر؟ ايوه اقدر والله. ايوه والله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول الكلمه الطيبه ايش؟ صدقه. صدقه. أيوة. يقول العلم اولى الناس بهذه الكلمه من؟ اهلك. 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 خيركم خيركم لمن؟ لاهلي. وانا خيركم لاهلي. هذا كلام مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. انا لو اسالك قلت لك انت تتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته لما هجر؟ نعم. وزعلوه لما زعلوه صلى الله عليه وسلم؟ هجرهم شهر. ايوه نعم. شهر كامل هجرهم. حتى ان عمر رضي الله عنه قال طلق الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقام الله عليه وسلم خطيبا قال يا عمر ما طلقت وانما هجرت. هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، ليش؟ لانهم عندكم عوان رفقا بيش؟ بالقوارير. نعم. القارورة إما كسرتها خدشتها. أيوة. وكسرها طلاقها. نعم. فخمسة عندك تقول مو عندك خمسة فين؟ نعم. يروحوا؟ هي لازم تزوج زوج ثاني وانت لازم تزوج زوج ثاني وصير. نعم. ضحية من الأولاد. وإذا تفعل ثاني غيرها يعني بتعيشك بعسل يعني؟ لا تعيشك بجنة طبيعي، خلقت من ضلع الرسول يقول. نعم. لن تستقيم على طريقة الرسول. أيوة وسع صدرك يا حبيبي خليك حبيب. وإذا قالك طلقني عشان أذكرك إيش تقول لها؟ أنت البحر ولا السمك. وإيش كمان؟ انت روحي انت قلبي. ايش كلام طيب؟ مو قادر يطلعها، خايف خايف. أيه. خلك نشمي طلعها. أيه. قول ما اقدر انا من غيرك انت ازاي راح اعيش؟ ازاي راح اعيش كذا يا اخي؟ تهدى الاوضاع ان شاء الله، توسع الصدر. الله يجزاك خير. الله يجزاك. هذه زوجتك كما قال عمر الخطاب عندما جاء رجل يشتكي من زوجته وقد اراد ان يطلق الباب فكان عند فسمع صوت زوجة عمر الخليفة. أيه. خليفة مرتفع، فرجع الرجل القهقرة وخرج عمر الى الرجال من عند بابه قال ويلك تتجسس علي؟ قال لا يا بنين، لا والله ما اتجسس، لكن اديت اشتكي الى زوجتي منك اليك من زوجتي فايتك تشكو مما ايش؟ منه اشكو. فقال عمر يا اخي ان زوجتي طاهيه طعامي، قاضيه حاجتي، مربيه اولادي، غاسله ثوبي، ان انسى حسناتها ولا اذكر سيئاتها، انما هي ايام تموت فنستريح او نموت فتستريح. الله خليك وسع الصدر يا حبيبي وهد اللعب، هد اللعب. الله يجزاك خير. الله يجزاك. قول وعد. الله يجزاك وعد يا شيخ سليمان. وعد ان شاء الله. ما اطاوحها ولا اقول لها اذا قالت طلقها اقول دبعدك. ايش تقول لها؟ دبعدك. ايوه انت ايش؟ انت بحر وانا السمك. يا سلام عليك. الله قل امين ياكلك تونه على الريق. الله يجزاك. وانت القمر. انت القمر؟ اي اقول لها انت اجمل من القمر. اي انت قمر حياتي. القمر. خلاص يا اخوان، خلاص يا مشاهدين. نهد اللعب مع الزوجات ونسع الصدر، والله وبالله وتالله الله جعل حياتنا سكن وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليش؟ لتسكنوا إليها، مو لتهاوشوا معها، مو ترفع الصوت معها. أيوة. جاي داخل مع الباب ساير، الباب انكسر القزاز والله سركب بداله جديد. أيوة. ثاني مرة تعالوا دقوا برفقة يا زخير وقول لزوجتك أنت إيش؟ أنت البحر وأنا السمك. يا سلام عليك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يجزاك. السلام عليكم. الله يجزاك.
شهر الصوم هلا مرحبا أهلا بليالي الأفراح يا شهر الصوم هلا مرحبا أهلا بليالي الأفراح فالنفس تسر بمقدمه كي تحصد كل الأرباح ذكر وصيام وقيام بالليل وحتى الإصباح